الجزائر أنوان، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج رانا معاك. اليوم رانا متواجدين داخل المركز الوطني لرعاية الشباب المتواجد بغابة بوشاوي 2. معنا كالعادة السيد عبيدات عبد الكريم، ورح نتعرفوا معها على نشاط هذا المركز. أستاذ عبيدات، لمن تابع هذا المركز؟ شكرا. هذا المركز تابع المنظمة الوطنية لرعاية الشباب، هي منظمة دخلة في إطار المجتمع المدني، ونظرا النشاط تاع هذه المنظمة هو نشاط يعني شباني، فكرت باش تكون أول مركز وقائي وعلاج نفسي طبيعي في هذا المكان اللي يسموه غابة بوشاوي 2. إذا ممكن توضح لنا برنامج العلاج داخل هذا المركز؟ دوك الكتراء راهو يسال في هذا السؤال، يقول لك اسكو السونت هذايا سبيطار كلينيك. احنا نقولوا ما ني كلينيك ني سبيطار ني بسيكاتري، مركز تاع شباب وين ما كاش دواء. دواء احنا ما عندناش، علاج طبيعي، دواء ممنوع، احنا علاج طبيعي. احنا دواء تاعنا وشنو؟ كي يجي الشاب نطلبوا له ثلاث حاجات، نطلبوا له الاراده، نطلبوا له الشجاعه، ونطلبوا له القرار. لا عنده ثلاثة يتفضل، لا عنده ثلاث حوايج هادو ما يتفضل. كي نقولوا الإرادة جاب إرادته، كي يقولوا السجعة جاب سجعة تاعو باش يحبس بهذه المصيبة هذه، والقرار باش يحبس ديفينيتيف ما من هذا المصيبة تاع المخدرات. إذا اشرح لنا أكثر كيفاش جاتكم الفكرة باش تحلوا مثل هذا المركز؟ حنا ديجا كانت عندنا فكرة، عندها حوالي دوك نقولوا 15 سنة ملي حلينا واحد المركز جواري جاي في محمدية الحرش، حرش جاي في محمدية، وقلنا مركز واحد في العاصمة صغير وطالب يعني بزاف، قلنا ممكن نوسعوه ولكن نوسعوه في جهة اللي نقدروا احنا نتصرفوا فيها كما ينبغي الحال، والجهة دي ما تكونش مغلوقة، تكون موسعة. فكرنا على غابة. لماذا فكرنا على غابة؟ بعيدة على الحرج، بعيدة على العاصمة، غابة راحة، جو طبيعي، والعلاج يكون لاباس به. إذا بما أنه إن طرقتوا لفكرة التوسع، بما أنه الطلب كان كثير، طالب يعني كبير، شوفي الطلب كثير ولازم لها هذا القضية تاع المخدرات ما لازمش يتمسخر بها، أو تاع الجهة كيما ينبغي الخطر أو ما ديناش ليها. إذا هذا المركز شحال يستقبل من الشباب؟ هذا عندنا هذا يقدر يستقبل حتى 100 شاب. هذا يستقبل حتى 100 شاب. عندنا كمام 2000 متكاري الله يبارك، يقدر يستقبل يعني حتى 100 شاب، حتى 100 شاب يقدروا يجوا هنايا ويخدموا ولاباس به. نعاودوا نرجعوا لطبيعة العلاج، يعني حبينا نعرفوا اسكو هي خارجي أو داخلي؟ واش كنت كنقول لك مقبلات، حنايا ما عندناش قانون باش صندنا يعود سبيطار. حنا ما عندناش قانون، حنا كمجتمع مدني، حنا ما عندناش يعني القدره الكبيره جدا جمعيه تحب ترومبلاسي طبيب ولا ترومبلاسي سبيطار، الجمعيه تبقى جمعيه، ولكن الجمعيه راهي تساهم بالخبره تاعها، تساهم الخبرة تاعها باش تعاون المؤسسات الدولة. حنا درنا هنايا ما كانش إقامة، هو علاج خارجي، يعني الشباب يجي ويروح، ما كانش هذا الشيء اللي يفرح. سيك الشباب هو يجي بقوة، اللي يجي يبشر صاحبه في الحومة، هذا هو اللي راهو يفرح. ماهوش يجي هذاك، يجي يصيب روحه، يصيب طاقم لاباس به، يسمعوا له، يرشدوه معاه كذا، هو يبلغ لاصحابه، هو يزيد يبلغ لاصحابه، يا سيت سويت، هذا هو الجو. ولكن ما كانش المبيت، الخراج العلاج خارجي وماشي داخلي. ولكن كما قلت لك الدواء ممنوع، ما كانش دواء، كل شيء كاين برنامج. برنامج الاول الشاب كيجي راح يدخل في واحد القاعه هنايا يسموه لو ميروارو ثيرابي، واحد التقنيه جديده جبناها هنايا. نخلو الشاب ولا الشابه يخاطب نفسه ويخاطب ضميره امام مرايه وحده، ويسمع واحد الكلام، ومن بعد رايحين نسمعوه، يسمع واحد الكلام، هذاك الكلام راح ياثر عليه نفسيا. دي فوا تسيبي الشباب يبكي كي يسمع الكلام هذاك، راح يراجع نفسه، واش راني ندير؟ علاش راني نمس من المخدرات؟ هذه جا وحده.
يكمل من هذاك عنده طبيب يشوفه، ربما هذاك الشاب او يتبع فيه دواء، سواء دواء شراه برا سواء دواء عطاه له طبيب، حنا هذاك الطبيب يعني هو يعرف. ثالثا كاين برنامج تاع الاسترخاء الجسمي، القاعة اللي راح نشوفوها من بعد عنده حوالي 14 آلة اللي راح يخدم معها، كل آلة عندها دور فعال يعني تلعبوا مع الشاب، عندنا كل حاجة عنده هذا. ولا أخيرا عندنا قاعني قاعة كبيرة بعد نروح نشوفوها، هو العلاج النفسي الجامعي، في كل شهر نطموهم كاملة ويكون فيها يعني كما نقولوا حنايا ان بيلون، ورانا واصلين مع 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 مع, مع الشباب، شكون اللي حبس وشكون اللي ابوندونا وشكون اللي كمل وشكون وشكون وشكون، وحنا رايحين بعيد. وجدنا واحد الجائزه كبرى نعطوها لاحسن شاب ولا شابه اللي بادرت، يعني كيفاش قدرت تخرج من الجحيم تاع المخدرات. قال هذا الميدايا كما ينبغي. نعم تلقات العلاج كما ينبغي. قال هذا الميدايا اللي راح تديها خليها سوفونير وهضري معاها. قال كنت مدمنه، كنت مدمن، واليوم بقوتي الله عز وجل انتصرت، واليوم اصبحت يعني شاب صالح. استاذ هذا البرنامج راح نتعرفوا عليه اكثر عن قرب فيما بعد، الان اذا امكن تعرفنا على الطاقم اللي ينشط في هذا المركز. الور الطاقم اللي كان كما قلت لك انا في البدايه، المنظمه هذه مجهزه بطاقم يعني محترف، انا دي بسيكولوج سوسيولوج دي كوتش موربين موربيات اطباء اسيستون سوسيال، عندنا الله يبارك 50 واحد، 50 واحد اناث وذكور اللي راهم قايمين بلون كادرمون تاع السونتر هذايا. كي نقول موربين ومربيات متطوعين، وكي نقول طاقم طبي ديطاشين من عند المينستر لاسونتي. اذا اذا قدرت تقول لنا وشنو الفرق بين المركز ومستشفيات العاديه؟ طري بيان، دوك لا شاب يقول لك اديني للسبيطار، تبعيني مليح السؤال هذايا، لكن شاب يقول فمو لوالديه ادوني للسبيطار، واش حب يقول؟ هنا لازم الاولياء يقدروا يفهموا لاريير بونسي تاع الشاب، علاش قال دوني للسبيطار؟ باسكو في السبيطار راح يصيب الادويه اللي يحوس عليهم السبيطار باش راح يداوي، السبيطار باش راح يداوي، مش راح يداوي بالكلام، لازم كاين دواء، والشاب هذاك الدواء اللي كان يشريه برا في الزنقه راح يصيبه في السبيطار. باطل. وهنا مشكل. لا قال شاب دوني البوشاوي، على باله في بوشاوي ما كانش دواء، العلاج بالاراده راح تكون 99%، هذه وحده. ثانيا ما لازمش المراكز يكونوا داخل السبيطار، ما لازمش، هم يقولوا عندنا 56 مراكز، بصح وراهم 56 مراكز، 56 مراكز شفناهم بلي داخل السبيطار، وكاين الكثره من الشباب اللي يرفضوا، بيقول لك انا في السبيطار مانيش مريض ومانيش مهبول. وكاين ايضا اللي كيخرجوا يعاودوا يرجعوا لل يعاود يولي، حنا ماذا بينا يكونوا مراكز كيما هذا، ارمي داخل الغابه، خلي الشاب يعني الشاب يتنفس كي تجيبي الشاب هنايا نفسيا من الباب حتى لهنايا يرتاح، انت تخلقي عليه داخل السبيطار يشم غير ريحه تاع الدواء ويزيد يشوف الامراض العقليه قدامه، كيفاش راح تداويه انت هذه؟ ما يداواش، يعني يبقى السبيطار، انا نقولها ماشي السبيطار ماشي يلعب دور كبير، بارك الله فيهم الاطباء كوساس هو بليده ولا تيزي وزو ولا شرقه، راهم يلعبوا في دور فعال، ولكن احنا نقولوا السبيطار يبقى بولي دروك دور، كوكايين واعره احنا ما نقدروهاش، الهيروين واعره احنا ما نقدرولهاش، السوبيتاكس واعر احنا ما نقدرولوش، احنا ناخذوا لي دروك دوس، هاد الكاشيات هادو والزطله هادية ناخذوها في البدايه، مي هادو لي دروك دور لازمهم السبيطارات، احنا نقولوا السبيطارات ما تعمروش البلايص من لي دروك دوس يروحوا لدروك، خلوا بلاصه لي دروك دور، دوك انا دخلنا في الكوكايين، دخلنا في الهيروين، دخلنا في لي دروك دور، هذا لازم من السبيطار، مي هادو لي دروك دوس علاه نغلق عليهم داخل السبيطار هنايا؟
نخليه في مكرز كما يعني كما كما هنا، ماذا بين السبيطارات يبقاو في لي دروك دور ولهاد المراكز يبقاو في لي دروك دوس. بما ان ذكرت انه الهيروين والكوكايين هي من بين المخدرات الصعبه، اذا وشنو هي انواع المخدرات اللي تم معالجتها هنا في انا نقول الكوكايين والهيروين لما كانش عندك مليون في النهار ما تقدريش تستغلي. مليون في النهار لازم تجيبي مليون في النهار. منين تجيبي مليون في النهار؟ لازم بنكه موراك مليون في النهار. والمصيبه الكبيره راهي هنا او الخوف، هذه كنا ما نعرفوهاش. دوك الرجال وصلوا ليها يبيكيو اي ولات اكثر من هولندا. كي وصلنا لهذه رانا في دونجي، كي وصلنا لهذه في دونجي. هذه لازم لها سبيطارات ماشي ماركات كيما هذا، بصح دخلنا في لا دروك دور دور دور. كي وصلنا للتشكه واعره بزاف. الو حنا نقولوا هنايا على المباشر السبيطارات يبقاو بولي دروك دور، لي سونت كيما هادو يبقاو بولي دروك دوس. بريميرمون ما نشاروش كامل على السبيطار، وثانيا الشاب نقدروا كاع روح منا ما تروحش منا. مي الشاب اللي يقول لك روح للسبيطار عارفين بلي راه يحوس على الادويه. اذا اذا تقدر تقول لنا واش من فئه اللي راهي تدخل هنا للمركز؟ هل هي شباب العاصمه او حتى من ولايات اخرى؟ او احنا عندنا كاع على كاع على التراب الوطني. واش كنت نقول لك مقبلات ما البارح من اليزي عندنا الشباب كاع يجوا. دوك يصيفوا كيشوفوا دوك الشباب ولاو يوالفوا الجزائر ار 1 وخلاص، ولاو يوالفوها ولاو يستناوها يعني في كل وقت. دوك يعرفوا بلي كاين المركز والناس يجوا. ولكن انا نقول ونزيد نعاود قلتها مقبلات في الاسبوع اللي فات نزيد نقولها اليوم، ماذا بينا الولاد على مستوى الوطن يفكروا باش يحلوا مراكز جواريه كيما تاع العاصمه. ما تخلوش اولادكم تاع الولايه يجوا هنايا بقوه، كل ولايه بالمركز تاعها ساهله مهله. الله يبارك عدنا ما كانت عدنا ليسباس كاينين، واش فيها؟ حنا بنينا ما بنيناش، كل شيء حطب. في شهر نطلعوا سونتر، في شهر نطلعوا سونتر كيما هنايا وخلاص. غابه كسبناها درنا سونتر الله يبارك وها ولا سونتر. علاش انا نجيب واحد من الوهران ومن قسمطينه ومن عنابه ومن عارف وين باش نجيبوا العاصمه هنايا؟ شحال يدير 50 كيلومتر باش يجي؟ شحال يدير كيلومتر باش يعني باش يروح؟ الوغ في الولايه تاعو قادر ندير سونت. حنا نقولوا على المباشر، لكن ولات اللي راهم يتبعوا في الحصه وبلا شك يكون ولات يتبعوا في الحصه يتصلوا بنا بهذا الرقم اللي راه يجوز يعني في يعني في الشاشه، نقدروا نجوا لهم حتى الولايات ونعاونوهم باش يحلوا لي سونت كيما هذا، ماشي حاجه واعره. دائما استاذ بالذات في اطار مساعده الشباب يعني كانت كاينه مبادره كنتوا راح تقوموا بها اللي سميتوها الاسبوع الوقائي، اذا تقدر تحدثنا عليها. احنا درنا واحد الخدمه سوسيولوجيه مع الطاقم تاعنا. قلنا هذه المصيبه هذه تبدا في بدايه الاسبوع ولا اخر اسبوع؟ شفنا بلي المصيبه هذه تقوى في اخر اسبوع. لماذا؟ الخميس والجمعه والسبت الويكاند طويل وما واش يقولوا لي جون اللغه تاعهم لي جون يقول لك انا ماذا بيا نروح نعمر الويكاند باش نجيب الويكاند طويل. هما يقولوا بالدرجه تاعو نروح نسلع. هذه الكلام تاعو نروح نسلع. حنا فكرنا قلنا لماذا ما نديروش هذا المبادره اللي كتقولي عليها الاسبوع الوقائي. واش حاب يكون الاسبوع ديال الوقائي؟ نجيبوا لي جون ماشي كاع لي جون، لي جون اللي رانا ناجحين معاهم كسبا اناث وذكور. كاين نخبه كبيره اللي رانا ناجحين معاهم، رانا داخلين معاهم في ست شهور. عبالك المخدرات من بعد ثلاث شهور صاي خلاص الطفل يسلك. حنا رانا معاهم في ست شهور في دير قعدوا ما بوندوناوش. حنا نقول لهم خلاص صاي، يقول لك لا نقعد. هذا الشبان هذوما فكرنا باك الكورونا هي اللي حبستنا. كورونا هي حبستنا، كورونا ما نقدروا نديروا والو. ان شاء الله تزول علينا هذا المرض هذايا وندخلوا يعني في شيء طبيعي. الو حبينا نحكموا لي جون الخميس الجمعه والسبت. شغل تربص يقعدوا معنا سمان ثلاث ايام، ياكلوا معنا، يلعبوا معنا، يرقدوا معنا، يداووا معنا، كل شيء معنا، كل شيء هنا مغلق، ما عنده وين يروح. راهو هنا في الوسط. لا نخرجوا يخرجوا معنا. يقعدوا هنا. مام موليهم يكونوا في يعني كما نقولوا هنا في امان. كاين جهه تاع ذكور وكاين جهه تاع نساء. وطاقم كبير جدا اللي راح ينكادري هذا الجنا. حنا نستناو برك الكورونا ان شاء الله تروح علينا باش نديروا هذا
هذا المبادره اكيد من نهار اللي للناس اللي ما يعرفوش المركز تفتح عام 2000 لغايه 2019 اذا ممكن تعطينا عدد زوار هذا المركز من الشباب. فتنا 3000 فتنا 3000 الله يبارك فتنا 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 3000 فتنا 3000 كونسلطاسيون بسيكولوجيك سوسيولوجيك ميديكال سبورتيف اورينتاسيون فتنا 3000 الناس راهي تجي بقوه. وانا نشكر الشباب اللي راهم يجوا بالاراده تاعهم هذه الشيء اللي يفرح. انا نشكر الشباب اللي راهم يجوا بالاراده ماشي بالسيف. يقول لك حبيت نسلك كي خرجت الكلمه هذه من فمه حبيت نسلك وبليجي تحكمي بزوج يدين. وللي ما يعرفوش من غير مركز بوشاوي اسكو كاين مراكز اخرى هنا في العاصمه؟ ما كاش على مستوى الوطن ما كاش مركز كيما هذا ماشي غير على العاصمه. واش كنت نقول لك كاين سبيطارات مي مركز كيما هذا ما كاش اول مركز على مستوى الوطن. ويعني علاش خيرتوا هذه الغابه بالتحديد؟ هذه كانت فيها خدمه كبيره كبيره بزاف فكرنا بيسك عندنا تجربه في العاصمه مركز جاي وسط المدينه في عين شعبي وسط العاصمه الحراش الغاشي كاين هراج هكذا قلنا لا لازم نفكروا على جو طبيعي هو الغابه والغابه تهدم كي تجينا تحمي كرسي وتقعدي تحت شجره بكاس قهوه تاعك ولا كيس اتاي تريحي كيما باقي الحال. والمكان يعني المركز يمد نظره على البرنامج اللي يطبق فيه اللي هو طبيعي سي نورمال احنا نقولوا علاج طبيعي علاج طبيعي لازم 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 يشوف طبيعه يحسها يعيش فيها يحسها ويعيش فيها لو كان ندخلوا في هذا الاسبوع الوقائي نقول لك باللي يكون فيها نجاح 100% كي نقول لك يكون فيها نجاح 100% يكون فيها 100% ما عندوش وين يخرج او قاعد معنا هنايا باين او قدامنا يحب يلعب او عنده لي جو يحب يرقد او عنده يروح يرقد يحب يدخل داخل القاعه يحب يدخل داخل القاعه كل شيء ورانا نفكروا نكون خير ان شاء الله في بدايه المودوت حنا نشكروا سوناطراك اللي شرت لنا اون بيسين سيمي اولمبيك عندنا اون بيسين سيمي اولمبيك رايحين نمونطوها ان شاء الله في شهر المواد جوان ان شاء الله فيدير لي جون ان شاء الله في البرنامج زدنا بيسين داخل الماء راح تتطوع زدنا ماشي باش يعوموا فيها حركات اللي يدخلوا في العلاج مدروسه يعني مدروسه ماشي يدخل يعوم اكسيتيرا كاين حركات اللي يديرهم في الماء الو هذه لا بيسين سمي اولمبيك فيها كمام 20 متر طول 10 متر عرض يعني قال لك بروفوندر فيها متر ونص بدير ماشي باش يتشبك باش يعوم لا كاين نشاط يديرهم داخل الماء داخله في البرنامج باش نعاودوا كيما نقولوا حنايا نحفزوا الجسم تاع الشاب اللي كان جسم رايح فيها ان شاء الله. نشكرك استاذ على هذه المعلومات وماذا بينا نلقوا نظره عن قرب داخل المركز. كاين حاجه قبل ما نروحوا على القرب كاين ناس اللي شاركوا في هذا النجاح تاع الصنط يفو با نكونوا انانيين ونساوهم. اول شكر لمن يروح اول شكر يروح لوزاره الفلاحه والمديرية العامة للغابات والمحافظ الغابات لولاية الجزائر هادو ثلاثة اللي عطاونا هذا المقر هذا المكان بليتو وكان ماشي هما احنا ما ندخلوش هذا المكان تابع وزارة الفلاحة وتابع المديرية العامة للغابات وتابع المحافظ الغابات للولاية لولاية العاصمة هذه حاجة. ثانيا شكون بنى لنا هذا المقر بنى لنا لابيوي دالجي حتى نشكرهم هما اللي بناو لنا هذا شكون اللي دخلنا الضوء باسكو مستحيل الضوء يدخل داخل الغابه. نشكروا صونا الغاز اللي عاونتنا المديريه العامه تاع صونا الغاز عاونتنا باش دخلت لنا الضوء. شكون عاوننا بالاطباء وزاره الصحه هذا اللي شكون عاونونا بالفراش والبناك وسيتيرا وزاره الشبيبه والرياضه. شكون عاونونا بهذا لي طونت وكسيتيرا. كاينه سوناطراك اللي عاونتنا في الشيء وهذه لازم نشكرهم وكل الناس اللي عاونونا من قريب ومن بعيد كل واحد اللي جاب حاجه راهي داخله في الميزان الحسنات باسكو كي ننقد شاب اني نقدت
بلاد اللي واسمها الجزائر. المخدرات ماشي لعب، وكان اليوم نغمض عيني ونسكت راح تعوم علينا اكثر من الموجه. قلت لي سؤال مقبل، شحال استقبلت له من الناس؟ 3000. وكان نرمي هادو 3000 برا، 3000 راحهم يجيبوا 6000، وكان نرمي 3000 انا برا، وكان انا خلاص نقول لهم صاي ما نقدرش، هادو 3000 نرميهم برا رايحين يعدوا 3000 واحد اخرين تعود 6000، ومن بعد تعود موجه قويه جدا. الله ماذا بينا ها 3000 رانا نسلكوا فيهم باذن الله، رانا بشويه 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 كاين نجحنا كاين نجحوا معاهم وكاين نفشلوا معاهم، ونعاولوا نعاودوا نجيبوهم ما نطلقوهمش اللي ما نقدروا لهمش. فريمون كما قلت مقبلات حاجه كبيره جدا، كاين توجيه في المركز خاص. شكر واصل إذن لجميع المؤسسات اللي بادرت في إنجاح هذه المنظمة. مشاهدينا فاصل وراجعين، قوم معنا. رانا في محطة الأولى فيما يخص برنامج العلاج، راكم تشاهدوا روحكم في هذه القاعة اللي سموها القاعة يعني دي كونسيرسون بسيكولوجيك، يعني العلاج النفسي. عندنا إنسان هو قدامنا هنايا اليوم جاء، مازال ما عرفش البرنامج، رايحين نعرفوه بواحد الكلام اللي راح يسمعوه أمام هذه المرايا، وين الانسان هذايا امام المرايه راح يخاطب نفسه ويخاطب ضميره من طرف الكلام اللي راح يسمعه، ومن بعد يعطينا الاشاره اسكو يدخل في البرنامج ولا لا. لا اسمعوا الكلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه لازم عليا نشكرك على الاراده القويه تاعك اللي خلاتك تجي باش تعالج روحك في هذا المركز تاع بوشاوي. هذه الإرادة تاعك هي اللي رايحة تخرجك من طريق الجحيم تاع المخدرات. إذن راح نبداو جلستنا على بركة الله. راك تشاهد روحك مباشرة أمام هذه المرايا، هذه حصة خاصة داخلة في برنامج العلاج النفسي. ركز مليح يا بني، الكلام اللي راك رايح تسمعه ربما رايح يأثر عليك نفسيا، ولكن في الواقع هذا الكلام رايح يفيدك باش تراجع نفسك وتخاطب ضميرك باش تتحدى المخدرات. بعد ما شفنا القاعة الأولانية تاع العلاج النفسي، روحوا القاعة الثانية وين فيها الأطباء. ما بين النشاط تاع الأطباء عندنا نشاط واحد اللي يعني اللي هو هام ويساعد يعني العائلات، هو كيفاش نقدر نكتشف باللي ولدي ولا بنتي راهي تعاطى المخدرات. الور هاد الاطباء هادوما عندهم هذا لو تيست، هذا المخبر يسموه لو تيست موبيل، المخبر المتنقل، وين في خمس دقائق ماشي في ساعه، في خمس دقائق اكتشفنا باللي الطفل راهو يتعاطى ولا ما يتعاطاش المخدرات. يعني هنا رانا نشوفوا حاجه بيضاء هنايا راهي قدامنا، في خمس دقائق كاينه انوال رايحين يزوروا، كي نشوفوا يعني لي سين بارتيكولي هنايا نعرفوا الشاب اسكو راهو يتعاطى ولا ماهوش يتعاطاش. الو كاين الكثره من الاولياء اللي راهم يعانوا مشاكل، قال لك واقيل وليدنا راهو يتعاطى المخدرات، واقيل بنتنا راهي تعاطى المخدرات. حنا ما نقولوا ني واقيل ني والو، جيبوا ولادكم هنايا يديروا فحص في خمس دقائق نعطوا لكم الريزلتا وتعرفوا باللي بنتكم ولا وليدكم راهم يتعاطوا ولا لا. لا هذه حاجه ثانيه. ثانيا هاد الاطباء هذوما ماهمش يداووا بالدواء. عندنا هذا التيزانه هذه اللي يسموها تيزان انتيك، داير الشباب هما اللي سموها لها التيزانه. هذه التيزانه هذه راهي هنا قدامي هنايا، باسكو انا قلنا مركز ما كاش الدواء، كاينه هذه التيزانه العلاجيه النفسيه.
واش دير هاد التيزانه هادية؟ هاد التيزانه هادية تنحي القلق، تنحي النرفزة، تنحي التعب، تنحي المونك، تهدن، توكل وترقد. وكاع لي جون يحوسوا على هادي كونتر، يعني كونتر لي جون ما تكونش النرفزة وما يكونش القلق وما يكونش التعب، ما يروحوا ني للدخان العادي ني المخدرات. الور تيزانه هذه موجوده ينكموا عندنا. احنا نشكروا الاطباء يعني المختصين اللي خدموا لنا هذا المنتوج هذايا، ورانا نساعدوا به يعني لي جون. رانا نهربوهم من الادويه ونخلوهم في جو طبيعي. هي تيزانه يعني عشبيه ما نخافوش منها، وانا نقول جابت التمر تاعها يعني لاباس بها. بعد ما شفنا القاعة الأولى والقاعة الثانية، اليوم أنا في القاعة الثالثة. وهذه القاعة الثالثة هي اللي عندها يعني كما نقولوا حنايا مهمة جدا فيما يخص تكفل بالشباب. أنا في هذه القاعة هذه ما نقولوش إنسان دو سبور، شبه رياضي وشبه طبي. نبداو منايا عندنا هذا الماشينة هذه، الإنسان يطلع هنايا باش يرخي كاع العضلة تاعو. هذه تجي حاجه مليحه. نروحوا للمرحله الثانيه، الانسان يتكى هنا. على بالكم هذو اللي يتعاطوا مخدرات ولا يتكيفوا الدخان العادي، عينيهم يبداو يدمعوا وعينيهم يبداو يعياو. هنا يتكى هنايا وعنده هذا الماسك هذايا اللي يدير فيها المساج على عينه. نروحوا المرحله الثالثه، هذه كانك هامه جدا، هذه هامه جدا. الشاب يتكى هنايا وعنده هذا لي بوين هذوما اللي يجوا في ظهره باش يروحوا له ديريكتومون يعاونوا لي نيرف دير هادوما ايزيكسيت لي نير. عندنا هذه كذلك، هذه قالك عندها دور فعال، هذه عندها دور فعال، عندها واحد ان شاء الله تلقها. هذه تعاون الجسم باش يخرج كاع كيما نقولوا حنايا لي توكسين اللي داخل الدم تاعو. يعني ما نقولوش تصفي الدم، ولكن نقولوا تنقي الدم من كل تسمم، سواء الدخان العادي، سواء الشماس، سواء المخدرات، سواء الكحول، كل حاجه اللي داخل الجسم تنقي للانسان. باسكو هذه هي تبقى الدور هكذا، تبقى الدور على كل انسان هكذا وتطلق واحد السخانه على الكور تاع الانسان. هنا عندنا ماساج كومبليك، عندنا واحد هنا راهي شعلت. الانسان يتكى هنايا، هذايا سكانر ياخذ كونيسونس على الكور ويبدا يدلك الانسان من رجله للراسه. هنا عندنا الكارديو فاسكولير، هنا الشاب يطلع هنايا هاو يلعب هنا مع الاخر ويقدر يشد روحه، يقدر يشد روحه هنايا شحال من الساعه وشحال من الوقت. هذا الطابي يطلع الشاب راهو يجري هنايا، فوالا شبه رياضه. هنا كذلك راهو يخدم العضلات تاعو كانيك هنايا، فوالا يخدم هنا كانيك. هذه كانيك اله تساعدو، هذه كانيك اله تساعدو. وهنا يورينا العضله تاعو، هنا راح يورينا العضله تاعو. وهنايا سيتين ستيب يسموها لا غازيل، باش شغل يعني شغل فوتينغ. هاوليك شغل فوتينغ، راهو يلعب شغل فوتينغ. يعني كل شيء طبيعي، ما كان دواء ما كان والو. الطفل راهو طبيعي يخرج طبيعي. وانا نقول بهذا الالات اللي راه عندنا سلكنا شحال يعني شحال من الشباب اللي خرجوا سالمين من هذه المصيبه تاع المخدرات. هنا في قاعة تاع ما بيت راكم تشوفوا هنا البنك هذا، رانا نفكروا ان شاء الله الكورونا ان شاء الله تروح باش نبداو هذا البرنامج الجديد اللي سميناها الاسبوع الوقائي. يعني لي جون راح يقعدوا معنا مدة 3 ايام، الخميس الجمعة والسبت، اللي يدخلوا في علاج نفسي جماعي. ان شاء الله الكورونا هذه ان شاء الله تروح، واللي جون ان شاء الله يقدروا يجوا هنايا يقعدوا معنا في 3 ايام. وفي 3 ايام ان شاء الله نقدروا كيما نقولوا حنايا نتغلبوا على الأفة هذه.
ماشي كما الاخرين، هذه قاعه خليناها خاصه الأولية، سيرتو الأولية اللي جاي من بعيد، الأولية اللي جاي من بعيد مساكن ما عندوش وين يباتوا، نقبلوهم ليله هنايا يباتوا مع ولادهم، اصبح ولادهم يروحوا في العلاج ومن بعد يحموا طريق. يعني رانا سهلنا امام الأولية اللي جاوا من بعيد وما عندوش وين يباتوا، ما عندهمش لوتيل، ما عندهم والو، نستقبلوهم هنايا الليله يباتوا مع ولادهم، وصبح الطفل يكمل العلاج ويحموا طريق. نراكم في مرحلة أخرى دخلها في البرنامج، هذه قاعة وين نديروا فيها العلاج النفسي الجماعي اللي يسموها برومية لا ديناميك دو جروب، خطرة في الشهر نلايمو كاع الشباب اللي راهم يعالجوا معنا هنايا، وإن كان طاقم اللي راهو يقيد في هذا المركز يتحاور مع الشباب اللي رانا ناجحين معهم ولا اللي رانا فاشلين معهم. اللي رانا ناجحين معهم رانا نزيدهم في الكوراج، واللي رانا فاشلين معهم ما نبندونيهمش، نزيدو نقاوموا معهم، نزيدو نقاوموا معهم. انا خطره في الشهر يتلايمو كامله هنايا وين تكون فيها نقاش مع الشباب، علاش نجح وعلاش يعني خرج من هذا المصيبه تاع المخدرات. وانا نقول هذا العلاج النفسي الجماعي جاب لي ريزلت تاعو يعني بيان، ونتمنوا ان شاء الله هذه التجربه كما قلنا يعني في السابق تتوسع 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 على كل تراب الوطني. هنا أنا في كافيتيريا، كافيتيريا وين الشباب يقدروا يفطروا يقدروا يتعشوا يقدروا يستقهواوا. أنا الكافيتيريا اللي محلولة يعني يعني الشباب، إذا الشاب كيجي سوا يبات سوا ما يباتش، عنده وين يقدر يستقهوا، عنده وين يقدر ياكل، عنده وين يقدر كل شيء. فكرنا أمام على بتي ريستورون على لي جون. الجانب الديني يلعب دور فعال، فكرنا على مصلى وين يقدروا الشباب يجوا يعطوا حق رب العالمين هنايا. وانا نقول الجانب الديني يلعب دور فعال في الوقايه وفي مكافحه المخدرات، وهذا الجانب هذايا ركزنا عليه بزاف 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 باش الانسان شويه شويه يدير 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 ثقه في نفسه، ويعرف باللي الشيء اللي راهو يشربوا داخل في المحرمات، والمحرمات رب العالمين ما يصدقش عليها. هذه هي مصلى اللي درناها لي جون. هنا كيما شفنا المبيت ليه، هنا مبيت الثاني، هنا من زارفيا البنات الذكور من الجهه الاخرى والبنات تمام هنايا، حتى انا ننسى كانيك ما يعني كي نقول 600,000 مدمن حتى ننسى بلي كاين 3% منهم بنات. هذا فرع تاع نساء، وهذا صالون وين يقدروا يقعدوا وحدهم. هذا صالون وين يقدروا يتجمعوا، هنا يقدروا يتجمعوا هنايا، وكاع البيوت كيف كيف عندهم ال عندهم صال دو بان هنيك وحدهم هنايا. كاع البيوت كيف كيف مشاهدينا، كنتم معنا في الجولة داخل المركز الوطني للوقاية والشباب. كانت هذه يعني جولة نتمنى أنكم استفدتوا منها وتعرفتوا
أفضل عن المركز، واستفدتوا يعني من المعلومات اللي كان معنا فيها الأستاذ عبد الكريم عبيدات. نلتقي في عدد جديد ومواضيع اجتماعية مقبلة في أمان الله.